اليوم راح نسوي اسهل دجاج بالزبده. المكونات: كاجو، ثوم، زنجبيل، طماطم، كريمة طبخ، وبرضو زبدة، كاري أكيد، وبرضو ملح وفلفل. كمان الأهم صدور الدجاج. الشيء المهم اللي نسيته برضو البصل. طيب خليني أقطعها أرجع لكم. هاي طبعا جات بعد ما قطعت الخضار عادي بأي شكل، لأنه بالنهاية بنخلطها بالخلاط. والحين نبدأ طبخ. أول شيء ناخذ زبدة، يعني لازم أغير مكان الجوال عشان شوف كيف خطوات. حط قطعة زبدة، خليها تذوب شوي. بعد ما ذابت شوي ببدأ أنزل الدجاج. بس يصير الدجاج بهذا الشكل نرفعه ونحط الخلطة الثانية مكانه. وبنفس مكان الدجاج نحط قطعة زبدة. والحين ننزل الخضار اللي قطعناها. نضيف الكاجو معاها، نحركهم شوي ونبدأ نضيف البهارات. أول شيء أضفت فلفل أسود، وبعدها أضفت الملح، وبعدها أضفت الكاري. نحركهم سوا ونتركها تطبخ شوي. أضفت قطعة زبدة صغيرة، طبعا تركتها تطبخ شوي لحتى صارت بهذا الشكل. والحين نحطهم بالخلاط. حطيت الكشنة بالخلاط، صح انه نكبت شوي بس عادي. وهنا كانت الصدمة، بس عادي. بعد ما خلطتها رجعتها هنا لأني برجع أطبخها. أضفت عليها كريمة الطبخ، حركتهم شوي، أضفت عليهم الدجاج، حركهم سوا وأتركها شوي تتسبك. وبكذا تكون جاهزة. لو حابينها تكون غامقة شوي أضيفوا معجون طماطم على الخلطة. لو حابينها تكون سبايسي أضيفوا فلفل أخضر. وبالعافية عليكم.